عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لقاء مفتوحا مع الشباب المشاركين في انتخابات مجلس شباب 2030 والتي أجريت في مدينة الشباب مؤخرا، وأسفرت عن فوز 12 مرشحا وتساوت فيها مقاعد الشباب مع مقاعد الشابات من مجموع 26 مرشحا. وباركت الأنصاري في مستهل اللقاء للشباب الفائزين الذين حازوا على ثقة زملائهم من جمهور الناخبين نتيجة ما طرحوه من برامج انتخابية ومحاور تلبي مطالب وتطلعات منتسبي مدينة الشباب، وأبدت إعجابها بحماس الشباب المشاركين في برنامج صوت الشباب 2030. وأكدت الأنصاري خلال اللقاء أهمية هذا البرنامج في تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية ودور مجلس النواب والمجالس البلدية خاصة، وأن الانتخابات أجريت في أجواء مماثلة تماما لأجواء الانتخابات الوطنية. وأشارت إلى أهمية هذا البرنامج في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب وتنمية مهاراتهم في مجال العمل السياسي وتأهيلهم لدخول معترك الحياة السياسية، وخصت بالذكر حضور المرأة البحرينية المميز كناخبة ومرشحة في هذه الانتخابات. ومن خلال حوارات ثنائية عميقة استمعت الأنصاري إلى جوانب من التجربة المثمرة للشباب الفائزين، وناقشت معهم اقتراحاتهم حول مجالات تطوير وتنويع برامج مدينة الشباب.